حياكم الله مشاهدينا في أولى فقراتنا الحوارية والساعة الحوارية لهذا اليوم. وفي الآونة الأخيرة كثرت جرائم وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استخدام الهاتف بطريقة سيئة والتعدي على خصوصيات الغير من دون وجه حق، مما يستدعي الأمر إلى وقوع هؤلاء الأشخاص تحت طائلة القانون يا غادة. ويا كثر هذه المشاكل وهذه القضايا اللي تخص هذا الجانب تحديدا، شلون نقدر نحمي نفسنا وشنه الجرائم هذه تحديدا اللي راح نتعرف عليها مع محاميتنا الأستاذة حوراء الحبيب. يحيى الله ساعة المباركة، يحيى الله فيكم. وطبعا يعني بالنسبة إلى موضوع الجرائم الإلكترونية موضوع متجدد فعلا، وطبعا من المواضيع الذي يعني من المواضيع التي لا تنتهي يعني في فقرة ولا فقرتين، لذلك احنا في كل فقرة دائما نسلط على نقاط جديدة في هذا الموضوع وقد تهم المشاهدين. صباحك الله بالخير استاذ. صباحك الله بالنور. يعني هو يمكن يكون عنوان إساءة استخدام الهاتف النقال، ممكن شمول لهذا العنوان وتحت تندرج كثير من طرق الإساءة. هل هذه الإساءة تنطبق على كل الأعمار كل الفئات ولا هي ممكن تنطبق بالقانون على فئة دون فئة؟ طبعا بالنسبة إلى جرائم إساءة استعمال الهاتف تعتبر من الجرائم التي يعني حال أي جريمة كل شخص يرتكبها يحاسب تحت طائلة القانون. صحيح. بالنسبة إلى الأعمار والفئات، طبعا عندنا بالنسبة إلى قانون الأحداث، القانون الذي يعاقب يعني الأحداث ما بين عمر من 7 سنوات إلى عمر 18 سنة، ومن ثم ندخل في قانون تقنية المعلومات الذي يحاسب كذلك البالغين اللي فوق 21 سنة. قانون الأحداث إذا تم ارتكاب أي جريمة من جرائم إساءة استعمال هاتف سيكون قانون الأحداث هو القانون المعني في التطبيق، لكن نرجع إلى العقوبات التي يعني ينص عليها هذا القانون تكون عقوبات مختلفة عن عقوبات التي ينص عليها قانون تقنية المعلومات. طيب أستاذ حوراء، يعني التليفون في كذا تطبيق وكذا شكل وكذا لون، ووسائل التواصل الاجتماعي تحديدا هل ينطبق عليها هذا القانون تحديدا؟ ولا لكل تطبيق لوضعية خاصة؟ بالنسبة إلى قانون تقنية المعلومات عندما صدر في سنة 2015، هذا القانون حسم كل خلاف بشأن التطبيقات الإلكترونية التي يعني نراها ونستخدمها في الهاتف. ليش؟ لأن في السابق كان في عدة قوانين تحاسب على إساءة استعمال الهاتف، لكن البعض كان يعني يستطيع أن يجد من خلال هذه القوانين بعض الثغرات. جاء قانون سنة 2015 الخاص بتقنية المعلومات وتنظيم جرائم تقنية المعلومات ليحاسب على كل يعني جريمة ترتكب عن طريق الشبكة. حدد لي 3 أشياء: شبكة معلوماتية، بيانات معلوماتية، موقع إلكتروني. إذن هو شمل في النهاية لما نشوف هذه المصطلحات نصل إلى أن كل شبكة معلوماتية تربط عن طريق المعلومات الإلكترونية، تربط عن طريق هذه التطبيقات، ويعني تساعد في إنشاء هذه التطبيقات نطبق عليها قانون تقنية المعلومات. لذلك إذا أنا رجعت إلى القاعدة العامة، كل التطبيقات، كل مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، المواقع يعني التي حتى مواقع الآن الدولة والوزارات الحكومية ينطبق عليها كذلك قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية. لا طالما انها ضمن الشبكة. نعم المعلوماتية. لذلك أنت أنا أتساءل عن شنو طريقة الإساءة أو نوع الإساءة. لأن هل هي مثلا الردود، هل هي والله باستعمال بنشر مقاطع، هل هي الإساءة مو واحدة، تتنوع الإساءة. نعم القانون حدد قال في هناك شيء اسمه الجريمة المعلوماتية. هذه الجريمة المعلوماتية شنو هي؟ عبارة عن كل الأفعال التي ترتكب عن طريق هذه التطبيقات الإلكترونية أو أجهزة التواصل الاجتماعي أو أجهزة الهاتف النقال اللاسلكية والغير اللاسلكية. إذن كل التطبيقات والجرائم التي ترتكب عن طريق هذه التطبيقات إذن وما يخالف القانون نسميها جريمة إلكترونية أو جريمة معلوماتية. هذه الجرائم طبعا متعددة، خلنا نعطي مثال عشان المشاهدين بس هم يسمعون معلوماتية وإلكترونية بصورة يعني مبسطة. السب والقذف عن طريق الهاتف واستخدام تطبيقات هذا الهاتف، الاحتيال الإلكتروني، الدخول الغير مشروع إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو الأكاونتات. أنا عندي أكاونت، في شخص دخل في أكاونتي لكن دخول غير مشروع. الآن بغض النظر هل كان استخدم تطبيق الهاكرز ودخل أكاونتي أو أنه هو حفظ الباسورد وأنا أطق الباسورد شافه ودخل دخول غير مشروع، أثنينهم يعتبرون جريمة. أثنينهم يعتبرون دخول. نعم أثنينهم، لأنه هو استخدم بياناتي أو إحنا نسميه التوقيع الإلكتروني الخاص فيني
يمكني ودخل بدون دخولا غير مشروع بدون موافقتي. إذا احيانا يعني البعض يستهين بهذا النوع من انواع الجرائم، يقول يعني شنو سب وقذف عادي، شنو بوصل لغرامه اخرها؟ أيوة. لا، هناك في يعني عندنا احنا عقوبات. أيوة. هذا اللي بوصل معك استاذة حمراء، العقوبات. نعم. شنو هي المترتبه على هذه المخالفات لهذا القانون او التعدي على الاخر؟ نعم، طبعا العقوبات متعدده وتعتمد العقوبه على نوع الفعل المرتكب. احيانا نجد عقوبات تصل الى حبس 6 أشهر. أيوة. هذه تكون مثلا الدخول الغير مشروع، لكن الدخول غير مشروع إذا اقترن بالاستيلاء على بيانات معينة وإعادة نشرها أو ابتزاز صاحبها تغلظ العقوبة، توصل من 3 سنوات، من 2 سنين عفوا، بعدين هم إذا كان فيها فعل ثاني مغلظ للعقوبة نوصل ل 5 سنوات وأحيانا إلى 10. يعني أكثر من عقوبة تصير. أكثر من عقوبة على حسب نوع الفعل. لكن اللي أنا حابة أوضحه أن البعض يستهين يقول آخري بطلع بغرامة أو بطلع بتعويض، لا، العقوبات عندنا من 6 أشهر تبدأ حبس إلى 10 سنوات و15 سنة أحيانا على حسب نوع الفعل. وحاطين ببالهم بس بيدفعوا الغرامة. يعني أنا بعطيك قص كذي يعني كمثال، زوج وزوجة مختلفين، هذا بعد ما في أبسط منه. الريال دخل دخول غير مشروع إلى أكاونتات أو حسابات الزوجة أو العكس، هو عارف باسوردها ودخل وهي لا تعلم، عادي وهي اللي تدينه ويمكن إذا استخدم بعض المحادثاتها مع أخواتها، صورها مع أهلها وابتزها أو هددها فيهم، ممكن تصل عقوبة إلى 10 سنوات. واو. لأن شيء يمس يعني خصوصيتها. نعم، خصوصيتها. أنا دائما أقرأ بتويتر مرات تعليقات تقول، يقول الواحد مثلا والله ما عندي 5000 واحد عشان أقدر أعلق. نعم. فهذه المقولة صايرة كثرانة. نعم. فيعني يعني شنو 5000 واحد، وهل هي فعلا؟ نعم. بس هذه 5000 واحد ولا في ممكن أكثر من 5000؟ نعم، بالنسبة إلى 5000 واحد. إحنا متعلمين الواحد قبل 5. طبعا هذه عبارة عن المطالبة المدنية والتعويض. أيه. الحين نرجع إلى الأساس. ارتكبت فعل يشكل جريمة إلكترونية، خذيت حكم إدانة، في عقوبة جزائية، وإذا ثبتت عليك هذه العقوبة الجزائية من حق الشخص المجني عليه أو المتضرر أن يدعي مدني. أيوة. وبالتالي يطالب بالتعويض. التعويض من دينار إلى 5000 واحد، هذا التعويض المؤقت. أحيانا التعويضات ترى توصل أكثر من كذي، يعني مثلا خاصة إذا كان الفعل مثل الدخول الغير مشروع والاستيلاء على الصور أو إعادة نشر الصور أو التهديد أو الابتزاز، تصل العقوبة التعويضات أحيانا إلى 20,000 أو 30,000، لأن أصبح هناك ضرر ماس بشرف وكرامة الشخص المجني عليه. لذلك العقوبات متنوعة، لكن التعويض 5001 يعتبر من التعويضات. في بعد رتويت. إيه؟ خرت. نعم. يعني أنا قصدي بالرتويت. إيه؟ موني مؤيد. نعم. أنا قصدي بالرتويت أن يا جماعة شوف إيش قاعد يقول. نعم. قلت لا حبيبي، أترى أنت مشارك في. نعم، مشارك جريم. وتتعرض للإجراءات. أحكام محكمة. نعم. إيه؟ أحكام محكمة التمييز طبعا اختلفت نوعا ما في هذه المسألة. في أحكام في السابق طلعت بإدانة الرتويت، وفي أحكام بعدين ألغت أحكام الإدانة وأخذ المتهمين في هذا الفعل براءة. الحين الفيصل واللي يقرأ الأحكام. أيوه. وهو مختلف، وهو مبدأ اتفقت عليه محكمة التمييز، بأن يجب استخلاص النية من إعادة النشر. اليوم إعادة النشر كل جريمة لها الركن المادي والركن المعنوي. صحيح. الركن المادي أنا نشرت أو أعدت، أو يعني هذا الرتويت أو أعدت ونشرت هذه التغريدة مرة ثانية، هذا الركن المادي. إذا ثبت للمحكمة وللقضاء بأن هناك سوء نية بإعادة النشر. أيه. إذن أنت تعاقب. أيه. زين. صحيح. أنت ليش؟ نعم، في. أيه. تفصيل. البعض يقول لا، في اختلاف وفي محاكم تبرئ ومحاكم تدين. أنا طلعت شخصيا على كل الأحكام من محكمة التمييز بخصوص هذا الأمر. لا. توصلنا إلى أن النية. إنزين، ليش أنت تدخل نفسك في هذه الإجراءات؟ أيه. هل يعني واحد يقول لا خلاص على المحد رح يحقق معاي لأن في حكم براءة؟ لا. أيه. إلى اليوم القضايا يتم استقبالها في الإدارة العامة للتحقيقات وفي النيابة العامة إذا كانت طبعا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لا. وإلى الآن محاكم الجنح ما زالت تنظر هذه القضايا وتصدر أحكامها فيها. سادة حوراء، في أكاونتات خلينا نروح لها تحط بالبايو عندها تحت حماية المحامي الفلان الفلاني. نعم. وبالتالي أنا نزل أي صورة أو أي بوست وأحط اللي أنا أبيه، وبالتالي تي التعليقات من حدر من الناس اللي ضايفين هذا الأكاونت، ويقول لك أنا مخلي مسؤوليتي، هذا كل واحد وكيف، أنا ما كتبت، ما شهرت، ما حطيت. نعم. بس هل هذا اللي كتب وفعل في الـ في الـ في الاكونت؟ نعم. يحاسب؟ اقدر ارفع عليه قضيه؟ لانه وايد ناس تستاذ نحط الصور. طبعا هو احنا خلينا نتفق اتفاق.
معنى انك انت تحط ان هذا الاكونت تحت حمايه ممثل قانوني او محامي لا يعفيك من المسؤوليه الجنائيه. اذا انت وضعت في اكونتك صوره لشخص وجعلت الاخرين يعني يضيفون تعليقات على هذه الصوره، اذا انت الفاعل الاصلي بالجريمه. أيوة. انت تحاسب. لذلك البعض يستهين يقول لا انا الصوره هذه ماخذها من موقع اخر. أيوة. ما انت اعاده نشرها بدون موافقه صاحبها، خاصه اذا كان الصوره هذه فيها نوع من انواع الخصوصيه. نعم. مثلا الشخص يعني لا يرغب باعاده نشرها، اذا انت تعرض نفسك للمسؤوليه القانونيه. نعم. حتى وان كان هذا الشخص واحد يقول لا هو ناشرها في اكاونته، لكن ما سمح لك تاخذها من اكاونته وتضيفها في اكاونتك وتجعل. طيب. البقيه يعلقون عليها. متى تكون جنايه؟ متى تكون يعني كلمة اخرى؟ نعم. سؤال جدا جنحة. مهم، لان فعلا البعض يستهين مثل ما ذكرنا في البدايه. العقوبه طبعا الجريمه احيانا تكون جنحه وتقلض بحسب الظروف المشدده. الجنحه هي الاخف. الجنحه هي الاخف اللي لا تتجاوز مده الحبس 3 سنوات. يعني اعطيك مثال، شخص دخل يعني هدد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي شخص اخر. أيوة. الان التهديد والابتزاز للقيام بفعل او امتناع عن فعل هذه عقوبه حبس 3 سنوات. أيوة. ولكن اذا اقترن التهديد والابتزاز بامر يكون ماس بالشرف والكرامه، اذا وصلنا الى عقوبه حبس 5 سنوات. أيوة. صارت جنايه. احيانا الدخول الغير مشروع بحد ذاته إلى أي حساب 3 سنوات حبس. ولكن إذا تم الدخول وابتزاز الأشخاص بالصور أو البيانات أو المعلومات الشخصية اللي أنا خذيتها من هذا الحساب، أصل إلى عقوبة حبس 10 سنوات. إذا العقوبات تغلط بحسب الأفعال. طيب شلون أقدر أوثق أحد صور دون وجه حق؟ طبعا بالنسبة إلى التصوير والغرض من التصوير، أنا دائما أقول التصوير يعتمد على الغرض. اليوم انت شفت جريمه قاعد تصور الجريمه حتى تقدم البلاغ الى الجهه المختصه. كل دليل. نعم. هذا القرض والنيه ليست يعني التشهير والاساءه، الغرض اني انا قاعد اوثق دليل اساس ابلقه واخذه الى الجهات المختصه، ما انشره. ايوه. دير بالكم تنشرون وبعدين تقولون احنا غرضنا ان نوعي. توعي تاخذ الدليل اللي عندك وتروح تقدمه الى جهه الاختصاص حتى تقدم البلاغ. ما تنشره باي وسيله. ما تنشره ولا تقول انا لا قاعد انشر عشان اوعي. شفت واحد خادمة تضرب طفلة مثلا، اخذ الفيديو هذا قدمه الى الجهات المختصة. صحيح. حماية الطفل والشرطة المجتمعية. انزين. التصوير بدون علم الشخص اذا ما كان الغرض اني بوثق جريمة او حسن نية، اذا انت دخلت تحت طائلة التجريم. شفت شخص مشهور في مكان عام وصورته ودزيته حق شخص اعرفه او جروب يعني اهل او اصدقاء، انا شفت هذا الشخص وانشروا هذا الفيديو. اذا انت حتى لو كان هذا الشخص مشهور، حتى لو كان صفه الشخصيات العامه، دام انك انت صورته في مكان واخترقت هذه الخصوصيه وحريته الخاصه، اذا انت تعرض نفسك للمسؤوليه القانونيه. انا سمعت سالفه الهمز واللمس. نعم. يعني ممكن ايضا تفسر بانها جريمه. نعم. هل نعم. هذا فعلا نعم. يعني انا اعطيك مثال. البعض يعتقد اذا انا ما حطيت اسم، اذا انا ما حطيت صفات عرف مثلا خلاص. اي يعني انا ما احاسب. احيانا الهمز واللمز اذا كان احنا يعني هذا يعني. هذا 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 يعني احنا بمفهومنا، ولكن كقانون. أيوه. اللفظ اذا كان بشكل غير مباشر يعني يشير الى شخص، هذا الشخص المجني عليه، حتى وان كان بشكل غير مباشر انت تحاسب. أوه. يعني ما ينفع ان انا اي اقول حق اي شخص كان، ان اي اقول له مثلا يعني او اكتب فلان الذي يعني مثلا احط وصف. إيه اعطيت الاوصاف وصف واضحه، لكن مو بشكل مباشر. إيه؟ لكن ما في شخص اخر الا هو في هذا الموقع اللي انا. صحيح. وصفته فيه. اذا خلاص انت حتى لو ما كتبت اسمه او ما حطيت صورته. إذا يعني انتبهوا وحرصوا. القضاء أذكى من كذي بكثير فعلاً. من الحالات يعني لا تعتقدون أن هذا شيء رح يمشي. لا ما أحاسب. حتى لا النغزة المحكمة مفرش. حتى النغزة تحاسب عليها. طيب الحين القانون وضع منذ فترة أستاذة حوراء، وما شاء الله إحنا التطور التكنولوجي الباهر. نعم. في هذه الأجهزة وفي الاختراقات في هذه الأجهزة متطور بالثانية. نعم. شلون يقدر هذا القانون يواكب هذا التطور؟ نعم. ويواكب أي
أيضا المخالفات من وراء اللي قاعد يظهر بالتواصل الاجتماعي. نعم. طبعا في هذه النقطة جدير بالذكر أن احنا يعني نقول بأن القوانين أساسا هي أيضا يعني ما شاء الله خاصة قانون الجرائم الإلكترونية ما قاعد تلحق، كل سنة قاعد يطلع عندنا تعديل على القانون، لكن آخر تعديل كان أعتقد هو حسم، يعني تكلم بألفاظ يعني أعتقد بأنها حسمت يعني صارت. نعم صارت أشمل لأن تكلمت يعني حتى كان في مصطلحات في هذا القانون في المادة الأولى منه، هذه المصطلحات ذكرت بأن كل شيء لدرجة أنا أذكر قريت يعني لف الأرقام والموجات الكهرومغناطيسية والكهربائية والغير يعني دخل القانون في تفصيل فني عجيب. إذا أعتقد هو شمل، ولكن هذا لا يعني بأن يعني هل راح يتطور ويتعدل القانون؟ أنا أعتقد ممكن لبعد، بس إلى الآن من 2015 للحين نوعا ما في صمود. المصطلحات غطت الكثير من الجرائم الإلكترونية. ساعات الاستخدام الهاتف مو شرط أنه واحد يرد على أحد أو مثلا يعني يرد رد مزين وكذا ويكون هذا مسيء، المسيء مرات يكون هو صاحب المقطع، هو صاحب يعني المقطع يعني. وفي هذا الأمر يعني خلنا نذكر مثال عشان النقطة هذه تكون أوضح. يعني أنا نزل مقطع، تنزل مقطع مستفز بالضبط، تنزل مقطع مثلا عشان أكسب، أنا ما أبي أقول تنزل، بقول الشخص ينزل مقطع مثلا يثير نوع من أنواع التحريض على الفسق والفجور، في هذه الحالة أصلا من حق إدارة الجرائم الإلكترونية المباحث الجرائم الإلكترونية أن تحرك ضدك بلاق على إساءة استعمال هاتف والتحريض على الفسق والفجور. لذلك لا تنزلون بوستات تستفزون فيها الناس وتخلون الناس تعلق، لأن أحيانا بغرض أنه طبعا أبي أجذبهم عشان أتهمهم عشان أخذ تعويض، لأن أحيانا المباحث إدارة المباحث الجنائية قد تحرك ضدك أنت اللي نزلت شيء مستفز أو مثير سواء للتحريض على الفسق والفجور أو مثير للفتنة، تحاسبك أنت على اللي نزلته. يعني كوية بيها طرف تصير نشر بس. نصيحة تحبين تقولينها من خلال هذا اللقاء الجميل مع حضرتك أستاذة؟ يعني أنا ودي الحين نصيحتي، تكلمنا وايد عن البالغين واللي فوق 21 سنة، نصيحتي لأولياء الأمور تابعوا عيالكم. أي والله. الكثير من قضايا الأحداث قاعد يتم تسجيلها لفئة الشباب والمراهقين، ويعني أنا ما بقول مراهقين حتى تحت سن المراهقة بإساءة استعمال الهاتف. راقبوا أبنائكم، المواقع اللي يدشونها، التعليقات اللي يعلقونها. لازم تكون هناك ثقافة في البيت من قبل أولياء الأمور لأبنائهم على آلية وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووضع الحدود والخطوط الحمراء لعدم تجاوزها. عينك على عيالك مو على نعم. شيء ثاني. نعم. هذا 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 هذه من الأمور جدا مهمة. فعلا شكرا لوجودك، شكرا لدائما حضورك الجميل ومعلوماتك اللي تفيدنا وتفيد السادة المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون هناك قضية أخرى ناقشها وموضوع قانوني آخر إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أستاذة حوراء الحبيب. شكرا. إذن مشاهدينا كل الشكر للأستاذة حوراء، وننتقل معكم إلى فقرتنا التالية، حيث تعمل منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم لتعزيز أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه لجميع الناس دون النظر إلى العرق أو الدين أو نوع الجنس أو الحالة الاقتصادية أو حتى الاجتماعية. دولة الكويت عضوة بهذه المنظمة الإنسانية، واليوم يصادف ذكرى جميلة. خلونا نشوف معكم هذا التقرير.